ايه اللي احنا طيب ايه اللي احنا هنتكلم فيه؟ احنا معانا ان شاء الله شابتر 9 ده اللي هو اسمه الجاز باور سايكل، ده الاساس اللي هيمشي عليه هو كمان شابتر 10 وشابتر 11. يبقى كام شابتر؟ الثلاث شابتر دول تقريبا زي بعض، ان احنا نعين الكفاءة او نعين اللي هو معامل الاداء الكوفيشن اوف بيرفورمانس، الثلاث شباتر دول. بعد كده يجي لنا شابتر 13 ده بيتكلم على الميكشر بتاع الجاز وازاي نتعامل مع خليط من غاز زي الهواء كده مثلا كمادة شغالة، ونعين منه المولر ماس، ونعين منه الاسبيسيفيك هيت، ونعين منه الشغل كميكتشر. وبعدين ندخل لشابتر 14 بيتكلم على الميزوتشر الرطوبة، نعين كمية بخار الماء اللي موجودة في الجو، ونعرف ازاي المكيف في الحقيقة بيشفط بخار المياه ويقللها او يزودها المعادلات بتاعته. وبعدين ناخد جزء يسير من شابتر 15 لآلات الاحتراق الداخلي، بنعين كمية الطاقة اللي ناتجة من آلات الاحتراق الداخلي. آلات الاحتراق الداخلي ده دي في مادة إلكتيف كبيرة شوية، احنا بقى هنتكلم جزء صغير في شابتر 15 وجزء برضو كويس في شابتر 9 اللي هو الجاز باور سايكل. طيب دي مقدمة موجودة في الكتاب بتوضح لي ازاي هنمشي في شابتر 9 و10 و11. فهو بيقول لي المقدمه دي صحيح هو ما بيجيبش منها في الاختبار، بس بتفهمك الدنيا ماشيه ازاي. بيقول لي انا عندي تطبيقين مهمين في الثيرموديناميك باور. ايه هم؟ اللي هو الباور جنريشن اللي احنا هندرسها تولد لقدره، او ريفريجريشن تبريد. احنا عارفين الباور جنريشن يعني هديلها هيت تقوم تسبب لي او تنتج لي قدره حركه ميكانيك. الريفريجريشن لا، ده انا هبذل كهرباء وابتدي اسحب هيت. يبقى هما دول التطبيقين بتوعي اللي احنا هنطبقهم فين؟ في الثيرموديناميك، باور جنريشن وريفريجريشن. طبعا كلهم بيعتمدوا على ثيرموديناميك سايكل، في سايكل هتتم داخل الباور جنريشن او الريفريجريشن. فهو بيقول لي الثيرموديناميك سايكلز دي اللي انت هندرسها ممكن نقسمها طبقا ليه. قال لي اول حاجه طبقا للفانكشن. يبقى انا عندي سايكل ثيرموديناميك سايكل هندرسهم في شابتر 9 و10 و11. طيب هنقسمهم لايه؟ قال لي ممكن تقسمهم طبقا للوظيفه، هل هي باور سايكل يعني سايكل تنتج لقدره، ولا ريفريجريشن سايكل. فالباور سايكل احنا قلنا ان احنا نديلها هيت وتنتج لي نت باور، دي بنسميها ايه؟ اللي هي الباور سايكل انجنز، الات. يبقى احنا هندرس شويه الات في شابتر 9 و10. انما الريفريجريشن سايكل دي اجهزه هتنتج لي ريفريجريشن افكت، اللي بيعمل كده هنقول عليه ريفريجريتور اللي هي الثلاجات، والاير كونديشن المكيفات، او الهيت بامب اللي هي المضخه الحراريه. ده اللي احنا هندرسه في شابتر 11. طيب قال لي ممكن بدأ تقسم طبقا للوظيفه الكلام ده للثيرموديناميك سايكل. قال لي ممكن لا نقسمها للفيز بتاع الماده الشغال. فممكن نقول السايكل بتاع نقسمها الى جاز سايكل او فيبر سايكل. قال لي الجاز سايكل بيكون المادة الشغالة تظل زي ما هي غاز خلال الدورة كلها ما تتحولش. إنما الفيبو سايكل يبقى أنا عندي تو فيزز على الأقل، ألاقي لا مادة تبقى ليكويد وألاقيها مرة تكون جازز أو تكون فيبو. ودي هنشوفها فين؟ اللي هي الفيبو سايكل ديت موجودة في شابتر 10 اللي هي رانكن شغال بالآلات البخارية، و شابتر 11 اللي هو شغال بمادة 134. طيب أو بدل ما نقسمها كده ممكن نقسمها لطبيعة السايكل. ممكن تكون السايكل نقول عليها كلوزد
أو نسميها open. closed يعني المادة الشغالة مش هتخرج خالص، تفضل تكمل السايكل. إنما الأوبن هضطر إن أنا أطلع المادة شغالة وأضيف من أضيف مادة شغالة من جديد. بيقول إن الوركينج فلويد بتبقى عملها عملية تجديد عند نهاية السايكل، ودي هتلاحظها. لو ممكن تشرح على الورقة البيضاء يعني أفضل من المكان. هذه سادوليت فقط انترودكشن، اشرح الورقة البيضاء فقط ناخذ انترودكشن للمادة، ما هي مهمة يعني معنا في الحل ولا شيء كذا، فقط نعرف وش اللي احنا ماشيين. لا لا مش معنا خالص يعني، دي بس مقدمة بسيطة، احنا لسه ما دخلناش في أي حاجة. فنبدأ يعني أجيب مش مهمة أبدا. لا هي ما حتى ما تيجي في الكويز حتى، ولا تيجي ولا الدكتور يسأل عليه، بس أنا بوضح لك بس الخطة ماشية إزاي. إن احنا قابلنا سايكل ممكن تقسمها لباور سايكل أو ريجنريشن سايكل، أو نقول عليها جاز سايكل، أو نقول عليها فيبو سايكل. هو مش هيجي يقول لي السايكل بتاعتك دي اسمها إيه، لا أنا بفهمك بس مقدمة لك. أوكي. طيب تعال ننزل كده، نيجي هنا بقى من أول. هنا مهم إيه؟ إن أي سايكل إحنا هنبتدي نرسمها أو نتعامل معاها لازم لها اتنين جراف، الـ PV أهو والـ TS. طب أنا أعرفهم إزاي؟ هنشرح الميكانيزم بتاعها مع الـ PV، وبعدين بنحاول نستنتج لك الـ TS. ما هو الصعب يعني، هي ثابتة لكل ماكينة هندرسها، أو نقول سايكل هندرسها البي في ثابتة والتي اس بتاعتها ثابتة. أول ما يجي يقول لي مثلا الأوتو لها رسمة معينة، هنتكلم على الديزل لها رسمة معينة، نتكلم على سايكل اسمها برايتون لها رسمة معينة، هنتكلم على رانكن، رانكن ملهاش بي في، لها تي اس بس. يبقى كل واحدة لها بي في ولها تي اس. طيب وظيفتهم ايه الاثنين دول؟ بنعرف من خلالهم الاثنين دول لان لازم اعين الورك نت، الشغل المبذول. الشغل المبذول دوت هو المساحه اللي جوه، المساحه اللي جوه. طيب وهو بيساوي كمان النت هي ترانسفير. ازاي الكلام دوت؟ احنا خدنا في الفيرست لو بتاع الثيرموديناميك اهو، بيقول لي كده ان الكيو نت، استنى خلينا نحفظ ونقفله تاني لان هو الكيو نت ماينس الورك نت كل التغير في الطاقه. انا افتح بس الملف تاني، مش هنا مش هنا. طبعا الورك اللي نحتاجها تكون بالاريا عند التي اس ولا البي في، اي واحده منها؟ الاثنين بيساووا بعض. تمام. بس بس احنا في القرنط هنحسب الورك في تي اس، و في مش هو ده الملف، معلش دي واحده.
طيب خلينا نفتح الملف وخلاص. عندنا بقى بنقول ايه؟ بنقول إيه؟ انت عايز ايه من الرسمة البي في والتي اس؟ المساحة اللي جوه المنحنى هي بتمثل الورك نت، وقلنا ان طبقا للقانون الاول ان الكيو نت ناقص الدابليو نت بتساوي الدلتا يو. ده القانون ده في سيرمو دايناميك 1 في شابتر 4. الدلتا يو ديت خلال السايكل بحالها بتساوي صفر. ليه؟ لانها هتوصل لو بدأت بالحاله الاولانيه تروح للحاله الثانيه الثالثه الرابعه بعدين ترجع تاني لنفس الحاله. فالدلتا يو خلال السايكل اللي هي البدايه ناقص النهايه هي نفسها نفس القيمه فهتساوي صفر. معنى ذلك ان انت عايز تقول ان الكيو نت هي نفسها الدبليو نت. فلو عرفنا نعين الدبليو نت بالقوانين اوكي لنشوف او الكيو نت، فالاثنين لازم هيساووا بعض، فده له قوانين وده له قوانين يساووا نفس القيمه، هتلاقي نفس قيمه ده نفس قيمه ده. طيب استاذ وليد، هي الدلتا يو ولا الدلتا اي؟ دلتا يو. اوكي ممكن انا مضيع. ما الدلتا اي، دلتا اي ديت كنا بنقول كده في تغير في الكاينتيك انرجي زائد تغير في البوتنشال انرجي زائد دلتا يو، فدي ما فيش فيها تغير ودي ما فيش فيها تغير، فيتفضل بس الدلتا يو. لان الـ 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 نقول عليها الجهاز بتاعي ولا هيتغير في طاقه الحركه بتاعته ولا البوتنشال، ده هو واقف في مكانه والماده شغاله هي بس اللي عماله تقوم بالعمل بتاعها اللي هو تبذل شغل، فيبقى في تغير بس في الدلتا يو، ما فيش تغير في الدلتا كاينتيك انرجي ولا البوتنشال انرجي، كل دول كانوا بيساووا بيرجع للانيشال ستيت. مظبوط. يعني طيب احنا احنا عايزين نعين من ايه ده كله في شابتر قلنا 9 و10 و11، احنا عايزين نعين الثيرمال افشنسي الكفاءه. طيب الكفاءه عباره عن ايه؟ قال لي الكفاءه، الكفاءه اللي هي الثيرمال افشنسي، باجي اشوف الشغل اللي بينتجه الجهاز بتاعي بالنسبه للكيو اللي انا بديها له. والله لو لقينا طبعا عموما ما في كفاءه تكون 100% ان انا هدي 100 جول ينتج لي 100 جول برضه، طبعا دي مستحيل. حتى في اله كاردون اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي بدايه الجد ما في، لا يمكن تساوي 100%. فتعريف الكفاءه بتاعه اللي احنا عايزين نعينها الورك الدبليو نت على الكيو ان. طيب ممكن نعدل فيها الشكل ده اللي هو الكفاءة دي من خلال القانون اللي فوق. انت قلت لي الـ W net هي نفسها الـ Q net. الـ Q net دي يعني ايه؟ يعني Q in ناقص Q out. فانا جينا عوضنا بيها اهو، ادا الـ W net هي Q in ناقص Q out، فجينا عوضنا فيها هنا في الثيرمال افشنسي كفاءه الثيرمال افشنسي، حطينا كيو ان ناقص كيو اوت على كيو ان، وبعدين بسطت كيو ان على كيو ان تطلع بواحد ناقص، يبقى واحد على، يبقى دي تعريف تاني اهوت للكفاءه. يبقى انا عندي تعريفين للكفاءه. والله انا عرفت اعين الورك نت اقسمه على الكيو ان، شايف كابيتال مش سبيسيفيك، او ممكن تبقى سبيسيفيك كده يعني مش معتمده، قسمت على كتله الماده الشغال تبقى على كيو ان، يعني ممكن اخليها كده او اخليها كده.
طيب هعرف ازاي؟ شوية شوية هنقول كل دلوقتي. طب انا لو فكيت الكيو نت، انت قلت لي ممكن اخليها كده كيو ان ناقص كيو اوت او على كيو ان، قسم كيو ان على كيو ان تطلع بواحد ناقص كيو اوت. يبقى انا عندي اكتر من صيغة ان انا اعين الكفاءه اللي هي الثيرمال افشنسي، يعينها بالطريقه ديت مباشره اهي اللي هي الورك نت على كيو ان، او من خلال واحد ناقص كيو اوت على كيو ان. وخليك فاكر ان الورك نت اهو انت بتدور عليه من خلال، لو انا كتبته كابتن يبقى بتجيب الكيو ان كابتن ناقص الكيو ان الكيو اوت. لو سمول يكون سبيسيفيك. مظبوط. شوية شوية هتيجي القوانين، هتيجي القوانين دلوقتي نقولها. يبقى انا شطرت كلها ان انا عايز اعين السيمال افيشنسي. طب السايكل هنشوفها دلوقتي ازاي تترسم وشوف الكونديشن بتاعها المختلف. طيب قبل ما نبتدي ندخل في الجد، دي اول معلومة عرفناها ان السيمال افيشنسي بعينها بالقانون ده اهو، ده واحد وده قلنا اتنين. طيب انت عايز تعلمني ايه تاني قبل اطلع شوية فوق كده؟ استاذي لو في اشياء نحتاج نعرفها اوفر فيو ثيرمو، لو تشرحها بشكل مبسط على طول. ايوه هقولها دلوقتي قبل ما نحل، هقولها دلوقتي قبل ما نحل خالص. طيب الملف ده يا واحدة بس. طيب هنا رقم اتنين متكرر هنا كده، الصفحة ديت مش مظبوطة. أيوة هنا اهي. طيب هنطلع فوق هنا، تعال نبص على كارنو بيقول ايه وبعدين نشوف القوانين اللي انت عايز نتكلم عليه. احنا اول حاجة هندرسها ليه كارنو سايكل، دي ماكينة او سايكل تخيلية خالص عم عاصف مهتم بيها. الدكاترة التانيين ما كانوش يجيبوا عنها اي حاجة خالص، كان بيبتدي يخش على طول من اوتو اللي قالت البنزين او المحرك البنزين. طيب ايه كارنو ديت؟ ده عالم فرنسي قال ان انا ممكن اتخيل ان انا عندي ماكينه، الماكينه بتاعتي ديت عباره عن ايه ابسط حاجه عشان تتخيلها. قال ان انت عندك مكبس اهو، المكبس ده جواه بيحتوي على ماده شغاله نفترض انها ليكويد، واحنا عايزين نرفع اثقال نضعها على المكبس ده اهو. فهو بيقول انا هاجي المس المستودع دوت لمستودع ساخن من تحت من هنا كده، درجه حرارته تي هوت، ودرجه حرارته ما بتقلش ابدا مهما اسحب منه هيت. ماشي، فهيبتدي يدخل يكتسب هيت، الطاقة اللي هتكتسبها المادة الشغالة مسميها كيو هوت.
فالسايكل ديت بيفترض ان المكبس كمان ما فيش احتكاك نو فراكشن، وان البستون ده معزول يعني مش هيفقد هيت اللي هيكتسبها، فالعمليات اللي هيتم بيها اثناء اكتسابه للهيت هتبقى اسمها ايزن تروبيك. اسمها ايه؟ ايزن تروبيك. ايه معنى كلمه ايزن تروبيك واستفيد منها في ايه؟ قال لي معناها حاجتين، ان نو فريكشن وأدياباتيك. أدياباتيك يعني نو دلتا كيو كوزير، يعني الكيو نت بتساوي صفر، يعني ولا الكيو لوز اللي هو اللي يفقدها هتساوي صفر. تي كونستانت. الكيو بتاعته ولا بيفقد، ما بيفقدش للأوت اللي بره ده خالص، معزول معزولا حراريا ومفيش احتكاك اثناء الحركه من هنا، حتى برضك ما يفقدش هيت نتيجه الحركه بتاعته. طيب كلمه الايزنتروبيك أدياباتيك يعني نو هيت لوز، مفيش هيت مفقوده خالص ولا حراره. طيب الكلمه ديت لازم ادور عليها كلمه تانية معاها، ايه هي؟ هل السي بي السي بي والسي في كونستانت ولا متغيرة؟ السي بي and as السي في، هو هيقول هل هي كونستانت ولا متغيرة؟ نفترض ان السي بي والسي في كونستانت. طيب لو هي كونستانت والمادة الشغالة بتاعتي جازس، عندي ثلاث قوانين مهمين بشتغل بيهم وبتكون المسألة سهلة كتير لما يكونوا ثابتين، لو كانوا متغيرين هضطر ادخل لجداول. طيب الاول خليني، انت قلت لي لما يكون السي بي والسي في كونستانت، السي بي والسي في دول اسمهم ايه؟ اسمهم هيت سبيسيفيك هيت، سبيسيفيك هيت اسمهم سبيسيفيك سبيسيفيك بريشر سبيسيفيك فوليوم. والله سأحتاج كلاس مراجعة على الأساسيات. specific heat at constant pressure و specific heat at constant volume. طيب لما يكونوا ثابتين، قال لي تقدر تستخدم الثلاث قوانين دول، إن T2 على T1 تساوي V1 على V2 أس K ناقص 1. يعني لما يبقى عندي هنا علاقة اهو الكي وشو يا استاذ وليد؟ حاضر، البي في نفترض ان في انضغاط من واحد راح لاثنين كده، وقال لي العملية اسمها ايزنتروبيك، واكد لي ان هي السي بي والسي في كونستانت، اقدر استخدم من الستيت واحد الى الستيت 2 اطبق القانون. الوليد العكس السهم، لان احنا قاعدين نزيد الضغط المفروض الفوليوم يقل. ما انا بضغط اهو، انا بضغط فالحجم يقل والضغط يزيد. تمام. طيب انت سالت الكي ده عباره عن ايه؟ الكي دوت ده اللي هو السي بي على السي في، انا احفظه. ايوه مش هدور على كلمه السي بي والسي في في الجداول، لا، لو الماده الشغاله بتاعتي هواء ودي هيكون تقريبا 90% او 99% الماده الشغاله بتاعتي هيبقى 1.4، مش هيجي يقول لي بقى علما بان ان الكي بيساوي 1.4، لا خلاص هو عارف اللي انت عارفه ده لو كان ايه. طيب اي غاز ثنائي، يعني اي غاز ثنائي لو كان O2 N2 H2 ده غاز ثنائي بتبقى ال 1.4 ايضا. طيب لو كان غاز نوبل جاز
هيليوم نيون نيون 1.4 او 1.44 بالنسبه لل 1.6 كده ده الكي بتاعته ايه اتكلم 1.6 ايوه لو كان ايه لان الثنائي ايش 1.4 بعد كويس انما لو كان ثلاثي طبعا مش هنتعامل مع غاز ثلاثي اللي هو ثاني اكسيد الكربون يعني هيبقى 1.3 لكن هو بيقول ان دوت لو جاء معظم الحاله بتاعتنا هو الماده الشغاله هو لانه هو رخيص ومتوفر يعني ببلاش عشان نقعد احنا يعني هم بياخدوا الماده اللي هي السهله. طيب نكمل. انت قلت لي هنا اول معادله احنا قلنا معانا ثلاث معادلات مهمين التي 2 على التي 1 تساوي في 1 شايف العكس يعني تي 1 تحت تطلع لي في 1 فوق. المعادله الثانيه لو جدنا علاقه ما بين البي والتي او بي 2 على بي 1 يساوي في 1 ايضا على في 2 اس كي بس. المعادله الثالثه ما بين البي والتي اهي اقول تي 2 على تي 1 تساوي بي 2 الماضي التي 2 مع بي 2 زي بعض ما بيخلفوش بعض اهو اس كي ناقص 1 على كي. يبقى انا في السمستر كله بتاع السيرم 2 الثلاث معادلات دول شغال بيهم شغال بيهم لحد الاخر تنصحني. طيب راجع شيء اذاكر شيء من اول ايه تنصحني اذاكر شيء طيب من اول لاني حاسس انه كان صوره ضبابيه قدامي. قول لي يا محمد بس احنا دلوقتي احنا مع بعض انني لو عرفت حاجه اسمها ايزونتروبيك عمليه اسمها ايزونتروبيك انا معايا بدور على هل هي السي بي والسي في ثابتين ولا لا. لو لقيتهم ثابتين اقدر استخدم الثلاثه دول طيب او الثلاث معادلات دول. هو هتلاقي ايه هتلاقي يدي لك ثلاثه منهم يعني معاك في 1 وفي 2 وتي 1 يبقى طالب اقدر اجيب تي 2 كذلك هنا اقدر اطلع بي 2 بس كده تعود مباشره. طيب لا لو هو قال لي السي بي والسي في فاريبل عندي سؤال استاذ وليد بعد اذنك. الان هو الكلام احنا في السلايد هذا عن الكارنوت انجن صح؟ لا 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 كل العمليات لما الاقي في عمليه او بروسيسز ايزنتروبيك هيجي في دماغي الثلاث معادلات دول بس اعرف ان السي في. احنا تكلمنا عن الكارنوت انجن كملنا عن شيء ولا ما تكلمنا عنه؟ ما كلمناش يعني بدات بس دخلنا هو بدات العمليه اول عمليه اللي هي تبقى ايزونتروبيك وجيت قلت يعني ايه كلمه ايزونتروبيك وقلنا كونستنت السبيسيفيك او غير كونستنت. اذا كونستنت في ثلاث قوانين واذا غير في قوانين ثانيه لما تبقى بقى السي بي لو فاريبل يا استاذ وليد او السي في فاريبل لما تبقى متغير اعمل ايه هبتدي هدخل جداول شوي. ايه الجداول؟ ان خلال العملية اللي هي من واحد لاتنين دي اللي هي ايزونتروبيك خلينا نتكلم من واحد لاتنين قال لي ايزونتروبيك. هذه اشياء ثابتة استاذ وليد ولا كيف اللي الحالة ثابتة؟ بقول لك لحد ما نخلص السمستر هذه الكل الانجنز ايوه بص شوف بس البروسيسز بتاعي ايه ايزونتروبيك حلو ادور هيقول لي في المساله. طب لو ما قالش ان هي فاريبل يبقى اذا هي كونستانت هتلاقيه في نهايه المساله تيك اكاونت خد الحسبان ان السي بي والسي في فاريبل وهو دايما بيحب يجيب ليه لان بيطول المساله بزياده غير لما هنا بتعوض اي طالب هيقوم مطلع الناتج على طول. طيب لما يكون السي بي بقى والسي في فاريبل قال لي باجي ادخل الاقي ان ال V1 على ال V2 تساوي VR1 على VR2. ال VR وال VR2 اللي هي ال VR1 وال VR2 ديت معتمده على التمبريتشر يعني في جدول ايوه معتمد على التمبريتشر. لما اعرف ال T1 يعني لما اعرف T1 اقدر ادخل اطلع في حاجه اسمها في ار واحد واطلع كمان حاجه اسمها بي ار واحد.
الفي ار واحد والبي ار واحد ديت هم معينينها في الجداول مرتبطه بحاجه اسمها انتروبي. طيب على معادله، المعادله الثانيه هوريك الجدول دلوقتي، بدل ما اجيبها بدلاله الفي واحد، نفترض ان هو ما ادانيش في واحد وما ادانيش في 2 ولا تي واحد، على في بي 2 على بي واحد تساوي بي ار واحد على بي ار 2. البي ار واحد اجيبها ازاي؟ احنا قلنا اهو لما اعرف تي واحد اقدر اطلع دي او اطلع دي، يعني كل ما تبدا على التمبرتشر بس. ايوه، يبقى التمبرتشر تي واحد معلومه. اقول لك الفكره، بيديني تي واحد ومديني في واحد ومديني في 2 كمان، وهو عايز تي 2 او عايز يجيب بي 2 زي هنا بالظبط. او ما ندخل دي موجود ودي موجود، اخش عند تي واحد اطلع في ار واحد، المجهول مين؟ في ار 2. بعد ما اطلعه ادخل تاني للجدول واعمل انتربولوشن كده، ايوه الدي، واحط هنا الدي ار دي موجوده اقدر اطلع درجتين. تمام، يبقى ده الفكره بتاعته ايه؟ ان هو بيطولها لي شويه. هذا اول قانون اهو، في 1 على في 2 تساوي في ار 1 على في ار 2. بجيب في ار 1 ازاي؟ قلنا معتمد على التي 1. طب بتجيب البي ار 1 ازاي؟ لو انا عايز اشتغل بدلاله البي اجيبها من خلال تي 1. تي 1 طيب وريني الجدول كده. هذا التغير من ستيت 1 الى ستيت 2 راح يكون عايز انتروبيك. كم ستيت احنا عندنا راح يكون؟ 4. احنا البروسيسز اللي احنا هنشتغل بيها في السايكل 4 بروسيسز، هم يعني احنا نيجي نلاقيها ممكن 6 لكن انا نخليها 4. اقول لك انا نخليها 4 ازاي. طيب بدل ما فتحت الجدول 1 الى 2 عرفنا عايز انتروبيك، البقيه كلهم نفسهم ولا كيف؟ لا 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 لا، انا بقول دلوقتي لما يبقى عندي بروسيسز عايز انتروبيك، البروسيس دي مكانها فين؟ يا ترى من 1 ل 2 ولا من 3 ل 4؟ احنا هنتفق نمشي زي الكتاب دلوقتي، ان هي مثلا هتيجي تلاقيها من 1 ل 2، لا الدكتور هو ممكن يخليها من 3 ل 4، يعني على حسب الرسمه بتاعتك وانت هتكتب له دلوقتي توضح له انها ايزونتروبيك ولا ادياباتيك ولا كونستانت بريشر ولا ايزوثيرمال، هنشوف دلوقتي واحنا بنرسم البي في والتي اس. لكن اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي القوانين ده هي في العمليه اللي هي ايزونتروبيك. فين اللي انت بتقوله دوت؟ جدول A 17. اجي لك اهوت، اللي هو زي الماده الشغاله اللي هو الهواء ده، ماده هنا A 13 دي واحده عشان تشوف بس اللي هي الفي ار والبي ار. بصوا كده نزغ شويه، مثلا ده A 17، انا عندي التمبريتشر انا عارفها، فانا اجي هنا اهو شايفين مثلا عند التمبريتشر دي عرفت حاجه اسمها من التمبريتشر بي ار وفي ار، دول اللي انا محتاجهم عشان اقدر اطبق المعادلتين اللي انا كاتبهم دول، اللي هي في 1 كابيتال على في 2 تساوي بي في ار 1 على في ار 2، او هشتغل بالبريشر تبقى بي 2 على بي 1 تساوي بي ار 1 على بي ار 2. اجيب بي ار منين او في ار؟ من خلال التمبريتشر دي.